العوامية إلى الضوء مجدداً، البلدة الواقعة في محافظة القطيف شرق السعودية والتي انطلقت فيها تظاهرات تدعو إلى إلغاء التمييز في المملكة وإجراء إصلاحات ديمقراطية منذ 4 سنوات، شهدت مداهمة قتل خلالها شرطي وفق وكالة الأنباء السعودية. كذلك جرح 3 رجال شرطة بحسب مصادر رسمية قالت إن مداهمة عدد من الأوكار وضبط كمية من الأسلحة الآلية والمسدسات وأجهزة الاتصال فيها تحولتا إلى تبادل لإطلاق نار، الأمر الذي لا يزال خاضعا للتحقيق. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أشاروا إلى انتشار الجيش السعودي بنحو مكثف في المنطقة بعد اندلاع ما وصفوه بحرب الشوارع العنيفة فيها. أبرز الاشتباكات شهدتها العوامية إثر اعتقال السلطات الشيخ نمر النمر عام 2013، والذي لا يزال يخضع للمحاكمة منذ ذاك. نحو 20 شخصا قتلوا في العوامية خلال مواجهات مع رجال الشرطة منذ بدء الاحتجاجات فيها، احتجاجات سلمية تقابل باستخدام القوة وفق نشطين حقوقيين.